موضوع التأخر الحمل اعتقد بقى موضوع شاغل كبير جدا لما حد يعني يكون متجوز وحصل مثلا شهر شهرين ثلاثة 6 شهور مفيش حمل، تبدأ الأسرة تتكلم ونبدأ كل العيلة تتكلم ايه الأسباب، بيبدأ يروح لطبيب واثنين وثلاثة. طيب بداية نتكلم كده نقطة مهمة جدا، ازاي يحصل الحمل الطبيعي؟ عشان يحصل الحمل الطبيعي محتاجين بويضة تتلقح بحيوان منوي، بعد كده هيروحوا يقعدوا في التربة اللي هو الرحم. يبقى أنا عاوز بويضة تتلقح بحيوان منوي يقعدوا في التربة، بس عشان يوصلوا للتربة لازم يبقى في حاجة اسمها قناة في اللوب. يبقى عشان يحصل حمل لازم يبقى عندي بويضة كويسة، لازم عندي قناة في اللوب كويسة، عندي رحم كويس والحيوان منوي كويس. يبقى عشان نقول كيف حدوث الحمل، بيحصل علاقة زوجية، يطلع ملايين الحيوانات المنوية. انت عارف في كل ملي الراجل بيجيب حوالي 20 مليون، والراجل بيطلع من 3 ل 5 ملي، يعني في العلاقة الزوجية الواحدة بيطلع حوالي 100 مليون حيوان منوي. تمام دكتور، ناخد مدام رحاب ونرجع تاني نكمل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، السلام وبركاته. ممكن اسال الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي دكتور عمرو معاكي. لو سمحت يا دكتور، انا زوجي عدد السائل المنوي عنده اخر تحليل 5 مليون، تمام، والحرقة 20%. الموضوع ده يعني مقلل نسبة الحرق المنوي عنده، هو ارتفاع الهرمون عنده، هرمون 25، ده كان آخر تحليل عند زوج يعني. انتوا عندكم اولاد ولا لا؟ لا، انا متجوزة بقالي سنة ونص وما حصلش حاجة. سنة ونص. عملتي تلقيح صناعي او حاجة ولا؟ هو قال لنا ما ينفعش تلقيح صناعي عشان العدد قليل، فهل هو فعلا ينفع تلقيح صناعي او لا؟ هو يعني 5 مليون ده بعد العلاج ولا قبل العلاج؟ هو كان قبل العلاج خالص، قبل ما ياخد علاج خالص كان 9 مليون ونص، فخدنا فضلنا ناخد علاج لمدة 3 شهور. في 3 شهور يعني بقالنا دلوقتي 9 شهور بناخد علاج، مرة يبقى 5 ونص، مرة ينزل ل1.5 مليون. التحليل بتعملوه في معمل أطفال أنابيب ولا في معمل عادي؟ لا، في المعمل عادي. في معمل عادي. أنت عندك كام سنة؟ أنا عندي 24 وجوزك؟ وجوزي عنده 27. هرد عليك. تمام، شكرا يا دكتور، حابب نرد عليك. شكرا. هو دي من أحد الأسئلة اللي إحنا هنجاوب عليها قدام، بس إحنا قلنا في العلاقة الزوجية يطلع ملايين الحيوانات المنوية. ملايين الحيوانات المنوية بتسافر من المهبل لعنق الرحم للرحم لقناة فالوب لغاية ما توصل للمبيض. في ناس كتير بيفكرين الحيوان المنوي بيقابل البويضة جوه الرحم، انهم لا، البويضة دي عروسة غالية، العروسة الغالية تقابل عريسها في بيت ابوها، العريس يقابل العروسة في بيت ابوها تمام. مش في بير السلم. فالملايين الحيوانات المنوية دي يبقى مبدئيا عشان اطمئن على الراجل بيعمل تحليل اسمه تحليل السائل المنوي. تحليل السائل المنوي تحليل بسيط مش مكلف، نتيجته بتظهر في نفس اليوم. بس لو خدت بالك انا سألتها سؤال ايه؟ قلت لها التحليل عملتيه فين؟ مش اي معمل ينفع نعمل فيه تحليل السائل المنوي، لان المعامل المتخصصة بتبص بطريقة مختلفة. بنبص على اهم 3 حاجات: عدد، حركة، شكل. العدد قلت لك ان في كل ملي نجيب اكتر من 15 ل 20 مليون، مليون. لو اقل من كده لغاية 5 مليون ممكن نعمل تلقيح صناعي، اقل من 5 مليون ساعتها بنعمل حقن مجهري. هي في حالتها هنا قالت ان الرقم 5 مليون او لا، ممكن نجرب نعمل تلقيح صناعي مرة او مرتين. يبقى العدد من 15 ل 20 مليون كل ملي، اقل من كده بس اكتر من 5 مليون ينفع نعمل تلقيح صناعي، اقل من 5 مليون بنعمل حقن مجهري. دي مادة العدد. طب مادة الحركة؟ الحركة انواع. الحيوان المنوي اللي هيوصل من عنق الرحم للرحم لقناة فالوب للمبيض للمبيض. لازم يكون سريع جدا وبيتحرك، يعني عنده حركة امامية. فلو عملنا التحليل ولقينا ان الحركة الامامية نسبتها صفر او ضعيفة جدا، ده ما ينفعوش برضه الا حقن مجهري. بعد كده الشكل، هو الحيوان المنوي شكله ايه؟ ليه راس وليه رقبة وليه ديل. هو شبه الانسان بس بدل ما عنده جسم عنده ديل، يبقى راس ورقبة وديل. حتى نتريق ان الانسان في الاصل كان عنده ديل. ديل. هو ليه عنده ديل؟ عشان بيسافر مسافة طويلة جدا. الحركة. احنا بنبص على شكله، لازم يبقى ليه شكل معين، ما يبقاش مثلا براسين ولا بديلين ولا ديله قصير قوي ولا ديله طويل جدا. فاحنا هنعمل تحليل السائل المنوي، يا اما اقول للعيانة جوزك شكرا مش عاوزين منه حاجة ادينا صح، يا اما اقول له ان هو محتاج علاج ويتابع مع دكتور امراض ذكورة. وحتى درجة الضعف اللي عنده ممكن ضعف يتحل بتلقيح صناعي، وممكن ضعف اقول له ما ينفعش الحقن مجهري. بس الحقن المجهري والتلقيح الصناعي حلوا لنا مشاكل كتير. يعني ممكن واحد نعمل له تحليل سائل منوي وما نلاقيش عنده حيوانات منويه ويحمله، اه ساعتها ممكن ناخد بقى عينه من الخصيه. يعني حتى التحليل
الخصية ودي اللي ياخد عينة من الخصية ودي اللي ياخد عينة من الخصية ودي اللي يحصل بيها الحمل. يعني يا دكتور معلش أأكد مع حضرتك تاني، لو إنسان ما بيخلفش ووجد إن ما عندوش حيوانات منوية خالص، هل ممكن يخلف؟ بنعمل حاجة اسمها عينة من الخصية، لان هو في التحليل ساعات بيبقى عنده حاجه اسمها اوبستراكتيف ازوسبرميا، الحيوانات المنويه عنده جوه موجوده بس في حاجه سد السكه منع من خروجها، ساعتها بنسحب الحيوانات المنويه دي بابره وناخدها نعمل بيها حقن مجاري، بس في الحاله دي ما ينفعش يحصل حمل طبيعي، الحمل هيبقى هنا حاجه اسمها حقن مجاري. هو ليه سميناه حقن؟ عشان هاخد الحيوان المنوي احقنه جوه البويضه. طب وليه مجهري؟ عشان تحت الميكروسكوب. الميكروسكوب. يبقى حقن، يبقى الراجل ده حله الحقن المجهري. فيبقى لما يجي لي اتنين متجوزين هطول حاجه هطلبها تحليل السائل المنوي، مع ده ان اللي انت بيحدد. هنا دايما تلاقي الست جايه لك لوحدها، اقول لها او هي ومامتها، اقول لها فين جوزك؟ تقول لك بس طمني على نفسي، بس بنقول الكلام ده لا. الحيوانات تحليل السائل المنوي ملوش علاقه بالرجوله خالص وما يقلش منها. فاول حاجه بنعملها تحليل السائل المنوي، اطمئننا على الراجل نبدا ندور على الست. بس خلينا الاول نقول هو مين اللي هندور عليهم، يبقى نعرف تعريف تاخر الانجاب يعني ايه. تمام. مرور سنه من علاقه زوجيه مستقرة مستمرة، وطبعا اكيد ما فيش استخدام وسيلة منع حمل. ما فيش استخدام وسيلة منع حمل دي مفهومة، امال يعني ايه علاقة زوجية مستقرة مستمرة لمدة سنة؟ ما يبقاش جوزها بيسافر شهر ويرجع ويرجع شهرين، شهرين. او بيسافر 15 يوم ويرجع 15 يوم، على مدار السنة هما الاتنين يكونوا موجودين مع بعض ما استخدموش وسيلة. التعريف ده مش واصل كتير للناس، لان انت هتلاقي واحد وواحدة بعد اول شهر او شهرين تيجي جاية لك هي وجوزها ومامتها والعيلة. جايين كلهم، تلاقي جوزها مقلدم وهي قاعده ايديها بترتعش ومامتها قاعده بتبرق لك وتقول لك الحق بنتي يا دكتور، بنتي ما بتخلفش، اتجوزت بعديها بشهر حي، وجارتها اتجوزت بعديها بشهر حي، وجارتها اتجوزت بعديها بشهر حملت، والقطه اللي عندنا في البيت حامل، كل الناس حاملين. فتبدا المشاكل تحصل بسبب الاستعجال، مع ان انت الاستعجال عارف انت، هل يا ترى اللي حملت من اول شهر دي ميزه؟ خالص. انا جالي ازواج ناس حملوا بعد اول شهر ويصادف ان هي حملها من نوع المتعب المقرف اللي هي طول الحمل الدكتور تعبانة. قال لها ريحي في السرير ومفيش لا علاقه زوجيه ولا اي حاجه، اجهاض منذر في ولاده اعراض ولا مبكره. جوزها قال لي انا كده دكتور ضحك عليا ما عملتش حاجه، يعني على من ساعه ما اتجوزت ما استمتعتش بحياتي وما شافش حاجه. فبالعكس انت لما يجي لك ناس بقى لهم شهر او اتنين او خمسه او ست شهور اقول لهم استمتعوا بحياتكم لسه الحياه قدامك طويله. بس مين الناس اللي هستثنيها من التعريف ده؟ يعني مين الناس اللي اقول لهم ما تصبروش سنه؟ لو هم عارفين عندهم مشكله، يعني لو جوزها عارف انه عامل تحليل قبل كده والتحليل بتاعه ضعيف، فدولة اقول له ما تضيعوش وقت، جوزها ياخد علاج ونروح طب لدكتور. دكتور استاذك ناخد علي من الاسماعيليه ونرجع تمام. تاني. الو، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام، ورحمه اتفضل الله استاذ علي. وبركاته. الله يخليك يا استاذ، ممكن اكلم الدكتور الدكتور اسرع؟ معاك، اتفضل. الدكتور عمرو معاك. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، ازيك؟ حضرتك يا دكتور، دلوقتي انا عندي المدام كانت حصل فيه حمل 4 مرات وحصل فيه اجهاض. يعني اجهاض متكرر في الشهور الكام؟ اجهاض متكرر. الله ينور حضرتك. في الشهور الكام؟ فطبعا احنا طبعا رحنا عند، في الشهور الكام يا استاذ علي؟ طبعا في الشهر من الثاني للثاني ونص كده يعني. يعني هو اول مره كان شهر مثلا واسبوعين، وبعد كده يعني اجى بعد كده برضو كان شهر واسبوعين. اجى حصل رحنا دكتور تاني قال ده هيبقى في تجلط في الدم، فطبعا تاخد حقن هيبارين. فطبعا خدت الحقن ديت فدنتها شهرين مثلا ونص كده او شهرين. اجى بعد ذلك برضو بطلنا الحقن ديت، جت خد حقن نهب لمده فتره معينه كده. فطبعا ده اكتر من 6 شهور تعمل تاخد الحقن الانيب ديت. فطبعا لما جه حصل حمل اجت خد حقنه بالليل، او يعني ما كناش نعرف يعني في حمل يعني كده. خد حقنه بالليل، فلما رحنا عملنا تحليل لقينا ان في حمل، وراح على طول حصل جت في نفس اليوم يعني في اخر الدوره يعني في اخر يعني مش تمت فتره طويله ولا حاجه يعني، بعد الشهر بالظبط. تمام. وطبعا احنا رحنا عملنا تحاليل، كل التحاليل كويسه جدا، مش فيها اي مشاكل خالص. هو بس كنا عملنا تحليل بتاع الوراثه، فطلع ان في 10% من الخلايا بتاعتها بتاعت الزوجه، وال 10% برضو من عندي. كان يعني بيقولوا في مشاكل، يعني في مشاكل في في تحليل 10% بس. الكروموزومات بتاعتك ولا بتاعتها؟ احنا الاثنين يعني احنا الاثنين حد بس اقترح احنا عليكم تعملوا حقن مجهري او حاجه ولا؟ ليه؟ حد اقترح عليكم حقن مجهري بقى وكده ولا قالوا لكم لا ايه؟ لا، حقن مجهري اه لا لا ما عملناش. هو ال4 مرات كانوا طبيعي، مش اي مشاكل خالص. هو كان 10% بالنسبه ليا انا، كان استايلت
اس ستايل كده او اس كي ان اول سيل دي كان عندي 10% كده، وهي برضو عندها 10% بولي بلايدي ولا بولي بلايد اول سيل. اوكي فطبعا احنا رحنا لدكاتره، يعني في دكاتره قالوا لنا ان سبب تجلط الدم، وبيحصل تجلط في الدم لان كل حاجه سليمه كلها كويسه، يقول لي في تجلط الدم فتاخد الحقن يقول له هب ده هيبقى مثلا هيدي لمثلا اللي هيبقى فيه حمل يمشي. دكتور تاني قال لنا لا، هو لا تجلط دم ولا اي حاجه خالص، هو ده حاجه من عند المولى عز وجل، ان انت بيجي من عندك ال 10% الخلايا مش كويسه، بتيجي في وقت الحمل مع ال 10% الخلايا مش عندها مش كويسه، فبيحصل اجهاض، بيحصل تمام. حاجه هرد عليك، عندها فهمت، حاجه هرد عليك، ماشي. شكرا. بس يعني اعرف ايه السبب او اروح فين او اجي منين، او بس اعرف ايه الموضوع يعني بالظبط. هنرد عليك، حاضر يا استاذ علي، شكرا تمام. شكرا، هو اتفضل. هنا قال على موضوع اسمه الاجهاض متكرر. الاجهاض متكرر يعني واحدة سقطت مرة مرتين أو مرتين ورا أو تاني، ثلاثة. مرتين ورا بعض متعاقبين متتاليين، طبعا هي مش من تلقاء نفسها، يعني هي ما خدتش حاجة عشان تسقط نفسها. ليه أسباب كتير جدا. أول حاجة اللي هي قصة، أنت عايز تسمع حقن هيبارين وكالهيبارين والقصص دي كلها. في بعض الناس في تكوين البيبي في الأول، في حاجة اسمها تكوين المشيمة، بيتكون حاجة اسمها شعيرات دموية صغيرة، دي اللي بتوصل للدم للجنين. لو الشعيرات الدموية دي حصل فيها تجلط، يبقى الدم اللي هيروح للبيبي يقف ايوه فيموت. فبيبقى الحل في الحالات دي ان احنا بناخد حاجة تزود سيولة سيولة الدم الدم او ميوعة الدم، اللي هي اسبرين او الحقن. دي اول حاجة. بس هنا قال معلومة خطيرة، قال ان هو تحليل الكروموزومات بتاعه هو ومراته فيه لخبطة، يعني عنده نسب من العامل الجيني بتاعه ملخبط. لو عاوز يمنع تماما قصة السقط، يبقى لو عملوا قصة الحقن المجهري هيبقى قدامنا الأجنة، هتختار تختار الجنين البايظ هترميه، الجنين السليم هترجعه. لو مش عاوز يعمل قصة الحقن المجهري، يبقى عليه ان هو يجرب يحمل يسقط يحمل يسقط لغاية ما تيجي في مرة التكوين يبقى سليم. فيبقى أصح حاجة لو عاوز يقفل القصة دي تماما، ان هو يختار قصة الحقن المجهري عشان القصة اللخبطة الجينية اللي عنده. ده الحل الأمثل. لو هو مش عاوز يعملها، يبقى قدامه الحل التاني ان هما يجربوا وربنا يكرم، يا اما الحمل يبقى فيه مشكله فينزل، يا اما لا ما يبقاش فيه مشكله ويكمل. ويكمل. دي من رحمه ربنا ان الرحم بيعرف الجنين السليم. الجنين السليم يبعت اشاره للرحم يقول له حافظ عليا، الجنين الوحش يخلي الرحم يلفظه ويرميه. فالحل هنا حقيقه هو الحقن المجهري، الاجنه هيتبص عليها، الجنين السليم هيتنقل، الجنين البايظ هيترمي. تمام. نرجع تاني يا دكتور لتأخر الحمل، وسيادتك قلت احنا بنستثنى، بيتم استثناء جزء من من الناس الناس. لو راجل عارف انه عنده مشكله اصلا، عمل تحليل سائل منوي حتى قبل الجواز وعارف ان التحليل عنده ضعيف جدا، فده مش هيضيع وقت، او عمل عمليه دوالي قبل كده، او الست سنها كبير اكبر من 35 سنه، او هي عارفه ان عندها مشكله. يعني ايه؟ تقول لك انا في العادي ما كانش بيجي لي الدوره، او لو بيجي لي الدوره بيجي لي كل 3 شهور، او هي فخينه جدا. يبقى الناس دي مش هقول لها تضيع سنه، دولت اللي من اول شهر من مش الجواز نبدأ يجهز نفسه. يبدا على طول، لان دولت عارف ان هو لوحده تحليله ضعيف جدا مش هيحصل حمل، او هي عارفه ان هي اصلا ما بتطلعش بيضات. هي دي الناس اللي احنا هنستثنيها من قصه التعريف. يبقى قلنا الحيوان المنوي عاوز يسافر، وشرحنا الحيوان المنوي ده شكله ايه. هيطلع في يوم معين، يوم التبويض. هو ايه اللي بيحصل في يوم التبويض؟ بتطلع الحويصله تفرقع، تطلع بويضه. البويضه دي عامله زي العروسه الغاليه، بيحوطها العروسه الغاليه، بتقدم لها عريس واحد ولا ملايين العرسان؟ ملايين. فعلا. وهنا بتقدم لها، انا قلت لك 100 مليون مليون عريس. العروسه الغاليه عريسها بيقابلها على طول ولا بيطلع عينيه؟ لا اكيد شفت هو بيطلع عينيه ازاي؟ بيحارب. هو طلع عينيه مسافر من اي المهبل لعنق الرحم للرحم لقناه الثالوب. كل العرسان دولت محوطين البويضه، قاعدين بيخبطوا على البويضه عاوزين يخشوا. بس البويضه العروسه الغاليه بتدخل اي واحد ولا اسرع واقوى واحسن واحد؟ اكيد. هتدخل اسرع واحسن واقوى واحد. فهي كلهم قاعدين بيخبطوا. طب هو بيخبط ازاي؟ هو انا قلت لك انه عنده راس صح؟ فوق الراس حاطط قبعه. الراجل لما بيشوف واحده حلوه بيعمل ايه؟ بيشيل القبعة. يرفع قبعه. هو فعلا تحت القبعه مخبي انزيمات، الانزيمات تقعد تخبط على جدار البويضه، تخبط 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 عشان يعمل خرم، فيجي اقوى واسرع واحسن حيوان منوي يخترق ويخش جوه البويضه، ومن هنا هيحصل الحمل. يعني دايما ربنا بيعمل سيلكشن، سبحان الله. عاوز ان الناس اللي تطلع تبقى يبقوا احسن. وأفضل ف100 مليون واحد، 100 مليون واحد عشان يطلع داخل، واحد بس. انا عاوز اطلع واحد، بس انا عاوز احسن واحد في ال100 مليون واحد. فدايما ربنا بيعمل سيلكشن للناس ان هي تطلع احسن. سبحان الله. تمام. الحيوان المنوي ده 23 كروموزوم، هيخش يقابل البويضه اللي هي 23 كروموزوم. 23 و23 يبقوا كام؟ 46 كروموزوم.
بس مين اللي مسؤول عن تحديد جنس الجنين؟ راجل الذكر. وست. ازاي؟ البويضه هي ثابته، هي اكس، لو دخل حيوان منوي اسمه برضو اكس هيبقى اكس اكس، ودي تبقى انثى. لو الحيوان المنوي واي هيبقى اكس واي، ولد. يبقى ولد. يبقى المسؤول عن تحديد جنس الجنين هو الراجل، الراجل. الحيوان المنوي اللي لقح. لو الحيوان المنوي اللي لقح اسمه اكس هتبقى بنت، الحيوان المنوي اللي اسمه واي يبقى ولد. تمام. بس ال... ها طب ناخد مدام اوكي رضا من اوكي اسكندرية. هلو، الو، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام خير، ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، اتفضلي بقول لحضرتك كان عايزة، عندي سؤالين. اتفضلي. أول سؤال، أنا عايزة أعرف سبب البويضات الفاضية لما تمام بيتعمل حقن مجاري والدكتور يسحب يلاقي يعني البويضات فاضية. اوكي. التاني سؤال، أنا عايزة أعرف بروتوكول العلاج بتاع الحقن المجاري قبل البريود ما بتيجي أحسن، ولا العلاج اللي عملية الحقن المجهري لما البريود تيجي ده أحسن؟ يعني أهنا أفضل في الاتنين ولا تبع كل حالة؟ ماشي طب تمام أنا إيه؟ اوكي. سامح كملي. حضرتك عندك كام سنة؟ أنا؟ أنا عندي 34 سنة. حضرتك عملتي حالة مجهرية قبل كده؟ كتير، كام مرة؟ 3 مرات. في حاجة منهم كملت ولا؟ لأ، طب كانوا بيقولوا لك ان انت البيض فاضي ولا بيقولوا لك ايه؟ انا يعني بعمل عملتي، نقلتي فصلتي في اي مرحلة انك انت رجعتي اجنة، ولا عمرك ما وصلتي لمرحلة انك رجعي اجنة؟ لا رجعت اجن، انا عملت 4 مرات، رجعت 3 مرات ومره ما حصلش، رجعت كل مره 3 بيضات من الدرجه الاولى، كويس. طب ما كويسين. بطلع كميه كبيره جدا بس كلها فاضي، يعني ممكن اطلع 30 25 20. اوكي. فانا مش عارفه ده سبب، وبعدين انا عامله الاهتمام الهرمون كويس، تمام هرد فمش عليك. عارفه سبب اللي هي البيضات فاضيه ده في تمام. سبب. في سؤال تاني مدام رضا؟ لا انا عايزه اعرف بس ده، وعايزه اعرف البروتوكول بتاع العلاج بتاع الحقن طيب المجهري، آه، انا الدكتور افضل في هيرد عليك. الاثنين. دكتور عمرو هيرد عليك. حاضر، شكرا. تفضل. بروتوكول العلاج طبعا ده من حاله لحاله، يعني قصدي ما فيش حاله احسن من حاجه. هما بتروح مثلا مركز جربوا معاه بروتوكول، ما نفعش هيخش في طريقه علاج تاني، ما نفعش هيجربوا طريقه. فقصدي ما فيش طريقه اسمها ان هي ما احسن فيش طريقة طريقه، ثابتة ما يعني. فيش طريقه ثابته. دي اول حاجه. تاني حاجه، هي هنا بتحكي عن دور المبيض في الحقن المجاري. هو المبيض ده هدفه انه يطلع البويضه. المبيض ده ليه ممكن يكون عنده مشكله وما بيطلعش بويضه؟ لو انت المبيض ده فيه حاجه، مرض اسمه تكيس على المبايض. تكيس على المبايض يعني المبيض تبص عليه بالسونار كله تلاقي اكياس صغيره 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 صغيره، او عندك في المبيض كيس على المبيض. هو كيس غير تكيس. كيس، انت عندك كيس واحد، بينما تكيس عندي اكياس صغيره خالص مليانه. يبقى عندي حاجه اسمها كيس على المبيض او تكيس على المبايض، او ان المبيض ما بيستجبش للهرمونات. انا هنا من الدماغ بطلع هرمونات، لو المبيض ما بيستجبش ليها ده هيبقى اسمه ان هو ريزيستنت، او حاجه كمان لخبطه في الهرمونات. انهي هرمونات؟ هرمون الغده الدرقيه صعودا او نزولا يلخبط المبيض، او هرمون اللبن لو علي يلخبط المبيض. هرمونات اللي طالعه من الغده النخاميه لو قلت هي دي اللي بتشتغل على المبيض. يعني المبيض ده عشان يشتغل في الحاله العاديه في هرمونين طالعين من هنا، واحد اسمه اف اس اتش، ده اللي بيجي على المبيض يكبر البويضات، وفي يوم التبويض يطلع هرمون اسمه ال اتش يفجر الحويصله فيطلع البويضه. فلو الواحده عندها الهرمونات اللي طالعه من هنا قليله يعمل لها مشكله، او لو هرمون اللبن عالي او هرمون الغده الدرقيه ضعيف، يبقى دي اول لخبطه في الهرمونات. او قلت لك ان المبيض ما بيستجبش للهرمونات، انت هرموناتك كويسه بس ما بتستجبش، فهيبقى حلك ساعتها ان انا هديك من بره ادويه. يعني انا بنادي عليك فانت ما ردتش، فاعمل ايه؟ فعلي صوتي عشان تسمعني، انت انا مسمعني فلازم اعلي صوتي. او واحده عندها حاجه اسمها تكيس على المبيض. التكيس على المبيض ده اللي هو ايه؟ مشهور جدا تسمع عليه البنات يقول لك انا عندها تكيسات. ده خلل هرموني. يعني ايه خلل هرموني؟ المفروض المبيض بيطلع هرمون الذكوره. المبيض بيطلع هرمون الذكوره؟ بس هرمون الذكوره عند البنت بيتحول لهرمون الانوثه. طب لو عندها الانزيم اللي بيحول هرمون الذكوره للانوثه في الأنوثة. مشكله، هرمون الذكوره يعلى جوه المبيض. لما هيعلى في المبيض هيعمل ايه؟ كل شهر الواحده بتطلع كذا بويضه، البويضه دولت عاوزين يكبروا ويوصلوا لحجم معين 2 سم قبل ما تفرقع. هرمون الذكوره ده هيفطس البويضات دي، هيخليها توصل لحجم 1 سم وتوقف. لا منها فرقعت